السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة مراد سيرف كاستين، مرحبا بكم من جديد. أعتذر على الغياب الطويل، شحال هادي من بلبشي فيديو. اليوم إن شاء الله صيادين بالليل، ونصيدوا على بوشوك بطعم السردين، نصيدوا في بلاج. كما كتشوفوا البحر قاصح شوية، غنتسناو شوية الطيوح قبل ما نوجد العشاء، ونعمرو شي دكة ديالات. كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، البحر قاصح، نتسناو شويه البحر يطيح ان شاء الله باش نبداو نصيدو. المصيد وشاطئ سيدي بوزيد، اقليم مدينه الجديده، مكان رائع، ما كاينش الريح، الجو دافئ، كان رائع جدا. بما بدينا الصياده ان شاء الله كنوجدو في العشاء ديالنا الجميله الفاخر ان شاء الله. راك طيب برا ديريتي، تشحر، نديرو السكر، ومرحبا بكم اسيدي. شكون اللي بغى اتاي؟ اللي بغى يتعشى مرحبا. نشاركوا معكم الطعام فيديو، مرحبا بكم سيدي. اتاي بسم الله الرئيس، بسم الله. بسم الله، غادي نتوكلوا على الله. بداو الصياده ديالنا. بالنسبه للمونتاج، كوليس عادي، خيط الماكينه من 40، قميمه زيتونه 150 غرام، تحت منها اميريون، ترقيعها 40، الصنار 11 قوشي طويل، سردينه كامله حايدين لها الراس والسلسول. نبداو نشحطو ان شاء الله. بدلنا المصيد، المصيد الاول اللي كنا كنصيدو فيه، فيه البحر قاصح شويه وكاينه الربيع بزاف، مشينا للبلاج، مشينا للرمله. نتمنى من الله تكون شي حصيله